أدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثالث متوسط، أهلا ومرحبا بكم. نواصل معكم دروس مادة الرياضيات، ودرسنا لهذا اليوم هو اختبار منتصف الفصل ومناقشة الأسئلة الموجودة في داخله وحلها معا بإذن الله، وهو يعتبر مراجعة للدروس الدرس الأول والثاني والثالث، حيث درسنا في الدرس الأول المعادلات، والدرس الثاني كيفية حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة، والدرس الثالث حل المعادلات المتعددة الخطوات. لنبدأ معا في السؤال الأول. اكتب معادلة تمثل المسألة في كل مما يأتي. لاحظوا هنا أبنائي الطلاب، هو يريد فقط كتابة المعادلة، لاحظوا ولم يطلب منك أن تحل هذه المعادلة. إذن يجب عليك تحويل الجملة اللفظية أو الكلامية إلى عبارة جبرية وإلى معادلة. نعم، حاصل جمع، لاحظوا حاصل جمع 3 أمثال س. مر معنا موضوع 3 أمثال و5 أمثال و6 أمثال، أصبح الأمر معروفا. إذن هنا لدينا 3 أمثال، لنقل 3 أمثال س. نعود ونقرأ الجملة. حاصل جمع 3 أمثال س مع 4، إذن هنا يجب أن نضيف لها 4، يساوي ماذا؟ يساوي 5 أمثال س. 5 أمثال س. إذن كتبنا هنا التعبيرات اللفظية، بقي علينا أن نصيغ المعادلة بشكلها النهائي. نقول 3 س زائد 4 يساوي 5 س، وهذه هي المعادلة. لننتقل إلى السؤال رقم 2، وهو ضمن نفس السؤال. اكتب معادلة ربع صاد ناقص. ماذا تعني كلمة ربع؟ أحسنتم، 1/4. إذن نكتب هنا 1/4، ربع صاد، ونكتب هنا صاد، ناقص، لاحظوا 6 ناقص 6 يساوي، نقوم بكتابة العبارة خطوة في خطوة بخطوة وبهدوء، يساوي 2 مضروبة. إذن يوجد لدينا 2 مضروبة في حاجة هنا، فمضروبة في، انتبهوا جيدا إلى كلمة حاصل جمع، مضروبة في حاصل جمع. إذن يوجد لدينا هنا عملية جمع، يجب علينا أن نتممها، من بعد ذلك نضربها بالرقم 2. كلمة حاصل تعني أنه يجب علينا أولا جمع صاد مع 9، وبعد ذلك ضربها ب2، ولا يتم ذلك إلا إذا وضعنا صاد زائد 9 ضمن قوسين. هكذا نكون قد حققنا كلام الجملة اللفظية وأتممنا كتابة المعادلة صياغتها بشكلها النهائي. أيضا لنذهب إلى السؤال رقم 3، وهو يقول حاصل ضرب عين مع العدد 5. من المعلوم أن الضرب عملية إبدالية، فيمكن أن نكتب عين ضرب 5 أو 5 ضرب عين، فنكتب هنا 5 عين مع
ماذا تعني خمسة عين؟ أي أنها خمسة مضروبة ضرب في العين، وهذا هو يكافئ الشطر هذا من الجملة. يساوي، إذن هنا يساوي القوة الثالثة للعدد عين. ماذا تعني القوة الثالثة للعدد عين؟ أحسنتم، هي تكتب عين أس ثلاثة، أو تقرأ عين تكعيب، أحسنتم، أو عين مكعب، هي نفسها القوة الثالثة. هنا هذه قوة ثالثة لعين، للعدد عين. وهكذا بشكل بسيط نقوم بكتابة المعادلات. الآن لنتذكر هنا مفهوم المعادلة ومفهوم المتطابقة، وما الفرق بين المعادلة والمتطابقة. فهنا يجب علينا أن هذا المفهوم لنستطيع أن نحل السؤال الرابع. فمن يذكرنا بمفهوم المعادلة؟ ما هي المعادلة؟ نعم أحسنتم، هي مساواة بين عبارتين جبريتين. مساواة بين عبارتين، مثلا أمثلة، مثلا من يعطينا معادلة؟ نعم، سين زائد خمسة يساوي سبعة، هذه معادلة. وأيضا ثلاثة سين ناقص أربعة يساوي ثمانية، أيضا هذه معادلة. أما المتطابقة أحبائي الطلاب، من يتذكر مفهوم المتطابقة؟ أيضا هو مساواة بين عبارتين، أي أنه يوافق مفهوم المعادلة. لذلك نقول عن المتطابقة، لاحظوا هنا، هي معادلة طرفاها متكافئان. لاحظوا هذه النقطة، يجب أن يكون طرفا المعادلة متكافئان لكي نقول عنها أنها تسمى متطابقة. إذن هنا متكافئان دائما. مثلا من يعطينا متطابقة؟ مثلا بشكلها الواضح، تذكرون يوم عندما أخذنا مفهوم المتطابقة ذكرنا أنها ممكن أن تكون واضحة بالعين المجردة مباشرة، ونحكم عليها مباشرة أنها متطابقة. مثلا لاحظوا، اثنان سين زائد ستة يساوي اثنين سين زائد ستة، واضح جدا أن هذه المعادلة طرفاها متكافئان نفس بعض بالضبط، فإذا هذه تسمى متطابقة. هذه متطابقة وهي واضحة في العين المجردة. وقلنا أنه يمكن أن تكون هناك متطابقة مكتوبة بالشكل بالصورة هذه، مثلا خمسة قوس صاد زائد اثنين يساوي خمسة صاد زائد عشرة. لاحظوا هنا، لاحظوا يا شباب هنا، لو قمنا بعملية التوزيع هنا فعلا ينتج الطرف الآخر، إذن فعلا الطرفين هنا متكافئين، ولكن هذا يظهر بعد عملية التوزيع. خمسة ضرب صاد خمسة صاد، وخمسة ضرب اثنين عشرة،
إذن هذه أيضا تسمى متطابقة. الآن بما أننا تذكرنا مفهوم المعادلة والمتطابقة، لننتقل إلى السؤال رقم 5، وهو اختيار من متعدد. أيا مما يأتي يمثل متطابقة، لاحظوا يوجد لدينا هنا 4 خيارات، ويجب على الطالب أن يعرف أيا من هؤلاء الأربعة من هؤلاء المعادلات الأربعة تمثل متطابقة، أي أننا يجب أن نبحث عن معادلة يكون الطرفين طرفاها أحسنتم متكافئان دائما. نعم، لاحظوا الفقرة ألف، 2 س زائد 3 يساوي 5، هل الطرفين متكافئين؟ لا طبعا، أحسنتم، فهذه اسمها معادلة وليست متطابقة. ننتقل إلى الخيار باء، نلاحظ هنا أن الطرف الأول يحتوي على قوس، فنفكر قليلا، يا ترى لو قمنا بعملية التوزيع ماذا سنجد؟ نعم، 2 ضرب س 2 س، واثنين ضرب 1 أحسنتم 2، فإذا هذا هو الخيار، فعلا هذه المعادلة تمثل متطابقة لأن طرفاها متكافئان دوما. أحسنتم، وبالنظر إلى باقي المعادلات سوف تجد أيها الطالب أن الطرفين غير متكافئين. لاحظ هنا لو وزعت 2 س 2 ضرب 1 2، هنا ليس 2، إذن هذه أبدا ليست متطابقة، وإنما تسمى هذه معادلة، وهذه ألف تسمى أيضا معادلة، وجيم معادلة ولكنها ليست متطابقة، وأيضا دال تسمى معادلة وليست متطابقة. أحسنت، ننتقل إلى السؤال رقم 6، وهو حل المعادلة باء زائد 8 يساوي 13، وهي معادلة بسيطة ذات خطوة واحدة، وأصبحت والموضوع واضح جدا وسهل. ماذا نفعل؟ أحسنتم، نقوم بطرح 8 من طرفي المعادلة، وبالاختصار باء تساوي 13 ناقص 8 ينتج الناتج 5. لننتقل إلى السؤال رقم 7، والمعادلة تقول سالب 26 تساوي ميم ناقص 3، ماذا نفعل هنا أبنائي الطلاب؟ نعم أحسنتم، نتخلص من سالب 3، وذلك بإضافة 3 إلى طرفي المعادلة، وبعد الاختصار تصبح المعادلة ميم تساوي، هنا عددين مختلفين بالإشارة، نأخذ إشارة الأكبر ونطرح، فينتج الناتج سالب 23، وهكذا انتهى حل المعادلة، لأنها معادلة بسيطة ذات خطوة واحدة. لنأخذ السؤال رقم 8، وهو معادلة تحتوي على كسر س على 6 يساوي 3، أو س تقسيم 6 يساوي 3. كيف كنا نحل مثل هذه المعادلات التي تحتوي على مقام؟ أحسنتم، كنا نتخلص من المقام، وكيف؟ نعم، بضرب طرفي المعادلة، أحسنتم، بستة. إذن نقوم الآن ونضرب 6 ضرب س على 6 يساوي 6 ضرب 3، وبعد الاختصار 6 تقسيم 6 1
تصبح المعادلة سين تساوي، وبإجراء عملية الضرب ينتج 18. ننتقل إلى السؤال رقم 9 ويقول، طبعا السؤال اختيار من متعدد، حل المعادلة 3 على 5 ص تساوي 1 على 4. هو بما أن السؤال أبنائي الطلاب خيارات، فالأمر متاح لك أن تكتشف الإجابة مباشرة من الخيارات، بدلا أن تأخذ المعادلة وتبدأ بحلها، ممكن أن تستخدم الخيارات لمعرفة الإجابة الصحيحة. بما أن هنا 3 على 5 ضرب صاد، أحسنتم، هنا يوجد ضرب، فنقوم نحن بتجريب الخيارات. فمثلا لو قال أحد الطلاب، نفرض مثلا أن الخيار هو 3 على 20، نقول له ضع 3 على 20 مكان الصاد واضرب، طبعا ضرب الكسور، تضرب البسط في البسط والمقام في المقام، سوف ينتج معك 9 على 100. هل 9 على 100 تساوي 1/4؟ طبعا لا، إذن هذه خاطئة، ألف خطأ. لو عوضنا مكان الصاد 2 سيصبح 3 ضرب 2 6، 6 على 5 أيضا لا تساوي 1/4. أما لو عوضنا 5 على 12 مثلا، 3 على 5 ضرب 5 على 12، نعم، نقوم بعملية الاختصار، لاحظوا الخمسة مع الخمسة والثلاثة مع 12 فيها 4 هنا، وهنا يبقى لا يبقى إلا الواحد، ونقوم بضرب 1 ضرب 1 1 ضرب 4 4، فعلا نتج الطرف الثاني الذي هو ربع وهذا 4. إذن الخيار الصحيح هو جيم. فإذا هنا قمنا بعملية التجريب حتى نحصل على الإجابة الصحيحة، وعوضنا القيم مكان الصاد وأجرينا عملية الضرب إلى أن تأكدنا من أن الناتج هو 1/4 وهو يساوي الطرف الثاني. ينتقل الآن إلى السؤال رقم 10 ويقول، حل المعادلة التالية 2س + 5 يساوي 13، وهي معادلة بسيطة متعددة الخطوات، ماذا نفعل يا شباب؟ نعم، أحسنتم، يجب علينا أولا أن نقوم بطرح 5 من طرفي المعادلة ونختصر، تصبح المعادلة 2س يساوي 13 ناقص 5 8، وبعد ذلك أحسنتم نقوم بالقسمة على 2 ونختصر، ينتج س تساوي الناتج 4. ممتاز. ينتقل إلى السؤال 11، أيضا حل المعادلة -21 يساوي 7 ناقص 4 ص، وهي معادلة متعددة الخطوات، لدينا أولا مشكلة يجب التخلص منها، ما هي؟ هل نتخلص من -4 أولا ولا نتخلص من 7؟ أحسنتم، من 7 أولا نتخلص، فهنا نطرح 7 من طرفي المعادلة، فتختصر هنا وتبقى -4 ص تساوي، وهنا
عددين لهما نفس الإشارة نقوم بالجمع، والإشارة تبقى على حالها 28 سالب. بقي علينا مشكلة السالب 4 الموجودة أمامه صاد، وهي مضروبة ضرب في الصاد. ماذا نفعل؟ أحسنتم، نقسم الطرفين على، يا سلام، على سالب 4 على إشارة سالبة، لأن هنا سالب تقسيم سالب موجب، وتبقى الصاد تساوي، وأيضا هنا سالب تقسيم سالب موجب، و28 تقسيم 4 الناتج 7. لننتقل إلى السؤال 12 والذي يقول حل المعادلة أيضا ميم تقسيم 3 ناقص 3 يساوي 8. من يقول لنا يا شباب ماذا نفعل هنا؟ أصبح الموضوع واضح وبديهي. نعم أحسنتم، نجمع 3 لطرفي المعادلة لكي تختصر هذه 3 مع هذه، فيبقى هنا ميم تقسيم 3 يساوي 8 زائد 3 11، ونقوم بعد ذلك بالتخلص من 3 الموجودة في المقام. فماذا نفعل؟ نعم أحسنتم، نضرب الطرفين ب3، هنا نضرب في 3 وهنا نضرب في 3، فتختصر هنا وينتج ميم تساوي 33. بقي لدينا السؤال رقم 15 وهو يقول هنا اكتب معادلة لكل من المسائل الآتية ثم حلها. هنا طلب منك بني الطالب أن تكتب المعادلة وتحلها. طيب نقرأ. 6 أضعاف عدد، 6 أضعاف عدد، ماذا تعني 6 أضعاف؟ كأنها مرت سابقا معنا أو شيء يشبه هذا المصطلح. أحسنتم، 6 أمثال هي تشبهها تماما، 6 أمثال هي نفسها 6 أضعاف، أي أن هنا 6 أمثال عدد لنقوم بفرض العدد مثلا سي، فيكون 6 أمثال يعني 6 سي مضافا إليه، أي أنه هنا مجموع زائد 12 يساوي 30، وهكذا نكون قد أوضحنا التعبير اللفظي لنصيغ المعادلة بشكلها الصحيح. نقول 6 س زائد 12 يساوي 30، وحصلنا على معادلة متعددة الخطوات فيها خطوتين. أولا ماذا نفعل؟ نعم أحسنتم، نقوم بطرح 12 من الطرفين والاختصار ينتج 6 س تساوي، نعم أحسنتم، 18، وبعد ذلك يا سلام نقسم الطرفين على 6 فتنتج السين ماذا تساوي؟ 18 تقسيم 6 3، وهكذا نحصل على الحل بشكل بسيط جدا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى دروس جديدة إن شاء الله في لقاء جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.